عفى الله عنكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما حكم وضع روائح كحولية على الملابس، وهل هي فعلا من النجاسات؟ إذا ثبت أنها كحولية أو تسكر فهي نجسة، لأن الخمر نجسة. فإذا ثبت أن هذه الأطياف تسكر أو هذه الكحوليات لو شربها إنسان يسكر فهي حرام قليلها وكبيرها. قوله صلى الله عليه وسلم: ما أسكر كبيره فقليله حرام. لا يجوز استعمالها ولا القليل الواجب اجتنابها. الخمر الواجب اجتنابها وعدم امتلاكها، لانها رجس من عمل الشيطان. واما اذا كانت لا تسكر فلا حرج في استعمالها.